السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أبنائي وبناتي، طلابي طلاب الصف الأول. أهلا بكم في درس جديد. درسنا اليوم بعنوان رحلة أخرى. انتبهوا معي يا أبنائي على لوحة المحادثة. ماذا أشاهد بالصورة؟ أشاهد بالصورة أسرة. هذه الأسرة أسرة عمانية لأنها ترتدي الزي العماني. مما تتكون هذه الأسرة؟ تتكون من الأب والأم والأبناء، ولدان وبنتان. أين يذهبون؟ يبدو عليهما السعادة والسرور، إذن هم يذهبون إلى رحلة. هذه الرحلة يا أبنائي بين الأودية والجبال والأشجار والمزارع الخضراء، إذن هي رحلة سعيدة. فلنستمع إلى الدرس. رحلة أخرى. خرجت ذات مرة في رحلة عبر الأودية والجبال، كلنا نستمتع بالمناظر الجميلة. أوقف أبي السيارة بهدوء وابتسم قائلا: انظروا إلى هذه المزارع الشاسعة، الهواء هنا عليل، الأزهار والأشجار والنبات بألوان وروائح مختلفة. سنقضي يومنا هنا. بسطنا حصيرا وكان أبي يراقبنا ويلتقط لنا صورا. أما أنا وإخوتي فقد انطلقنا نلعب ونمرح ونملأ صدورنا بهواء نقي حتى تعبنا. انقضى الوقت وحل موعد الذهاب. فتح أبي ورقة كبيرة وقال: محطتنا القادمة ستكون هنا. لم أفهم كثيرا ذلك اليوم، لكني كنت متأكدا أن أبي سيأخذنا في رحلة أخرى. هيا بنا يا أبنائي وبناتي ننتبه إلى الصور الموجودة بالدرس. انتبهوا على الصورة الأولى. ماذا تشاهدون في هذه الصورة؟ أشاهد الأسرة تجلس على الحصيرة وسط الأودية والأشجار. هم مستمتعين بالمناظر الجميلة. يمرح الأولاد وتجلس الأم لتجهز لهم الوجبة، ويراقبهم الأب ويلتقط لهم بعض الصور. ننتبه على الصورة الثانية. ماذا أشاهد في الصورة؟
أشاهد عندما انقضى الوقت وحل المساء، ذهبت الأسرة لتجلس تحت الشجرة لتتناول الوجبة وهم مسرورون. فلننتبه إلى الأم والأب والأبناء يجلسون مستمتعين بالمناظر الجميلة. بعد أن قرأنا الدرس أبنائي وبناتي، فلنستمع إلى أسئلة الدرس ونجيب عنها. السؤال الأول، استمعوا وأجيبوا. أين توقفت الأسرة؟ هيا بنا يا أبنائي نلون الإجابة المناسبة. توقفت الأسرة في أي مكان؟ توقفت الأسرة، هل الأسرة توقفت في محطة للوقود أم وسط المدينة أم قرب المزارع أم أمام محل تجاري؟ توقفت الأسرة قرب المزارع. أربط العمل بصاحبه. نلعب ونمرح. هيا بنا يا أبنائي نختار العمل، الأب وأنا وإخواتي. نلعب ونمرح، أنا وإخوتي. يلتقط صوراً، من الذي كان يلتقط الصور لأبنائه؟ هو الأب، أبي. يراقبنا الأب. نملأ صدورنا بهواء نقي، أنا وإخوتي. فتح ورقة كبيرة، الأب. بعد أن استمعنا إلى الأسئلة، الحين يا أبنائي سوف نشرح قاعدة درسنا اليوم، وهي عن المفرد والجمع. فلنستمع إلى هذا الفيديو. السلام عليكم أصدقائي، سوف نتعرف اليوم على المفرد والجمع. المفرد هو ما دل على شيء واحد، والجمع هو ما دل على ثلاثة وأكثر. طفل، أطفال، هذا طفل واحد، وهؤلاء ثلاثة أطفال. قلم، أقلام، هذا قلم واحد، وهذه أربعة أقلام. أرنب، أرانب، هذا أرنب واحد، وهذه خمسة أرانب. فستان، فساتين، هذا فستان واحد، وهذه ثمانية فساتين. ثعبان، ثعابين، هذا ثعبان واحد، وهذه ثلاثة ثعابين. شجرة، أشجار، هذه شجرة واحدة، وهذه ثلاثة أشجار. إصبع، أصابع، هذا إصبع واحد، وهذه عشرة أصابع. قطة، قطط، هذا قط واحد، وهذه خمسة قطط. سيارة، سيارات، هذه سيارة واحدة، وهذه أربعة سيارات. غيمة، غيوم، هذه غيمة واحدة، وهذه عدة غيوم. تمساح، تماسيح، هذا تمساح واحد، وهذه ثلاثة تماسيح. كرة، كرات، هذه كرة واحدة، وهذه أربعة كرات. تفاحة، تفاح، هذه تفاحة واحدة، وهذه مجموعة من التفاح.
مظلة، مظلات. هذه مظلة واحدة وهذه ثلاث مظلات. سمكة، أسماك. هذه سمكة واحدة وهذه أربعة أسماك. هدية، هدايا. هذه هدية واحدة وهذه مجموعة من الهدايا. قبعة، قبعات. هذه قبعة واحدة وهذه أربعة قبعات. وردة، ورود. هذه وردة واحدة وهذه ثلاثة ورود. خروف، خراف. هذا خروف واحد وهذه أربعة خراف. كرسي، كراسي. هذا كرسي واحد وهذه خمسة كراسي. حان دورك الآن، سوف أذكر لك الكلمة المفردة وسوف تخبرونني ما هو الجمع منها. أرنب، ما هو الجمع من كلمة أرنب؟ أرانب، أحسنتم. تفاحة، ما هو الجمع من كلمة تفاحة؟ تفاح، رائع. كرة، ما هو الجمع من كلمة كرة؟ كرات، أحسنتم. أحسنتم أصدقائي، لقد تعرفنا اليوم على المفرد والجمع. شكراً لمتابعتكم، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ومشاركتها مع من تحبون. إلى اللقاء. بعد أن استمعنا أبنائي وبناتي إلى الفيديو وتعلمنا ما هو المفرد وما هو الجمع، هيا بنا نستخرج من الدرس كلمات نوضحها، عن كلمات جمع نريد أن نستخرج منها المفرد. انتبهوا إلى كلمة الأودية، ما مفردها؟ الوادي. الجبال، نعم مفردها الجبل. المناظر، المنظر أو المنظر. المزارع، هيا بنا نتعلم إلى نستخرج منها المفرد المزرعة. الأزهار، الزهرة. الأشجار، نعم إجابة رائعة، الشجرة. النبات، النبتة. بألوان، بلون. وروائح، رائحة. صورا، صورة. ننتبه إلى صفحة الكتاب، إلى الصفحة رقم 51. أريد منكم أبنائي وبناتي نحن نحلها بالواجب ونرسلها على الخاص. شكرا لكم أبنائي وبناتي، انتهينا من درس اليوم، أتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.